إنه هذا الفيروس فيروس كورونا مخلق. في ناس بتقول إنه ما حدث في زلزال المغرب تم تصنيعه. خليني أرحب بالدكتور محمود صلاح الباحث في ما وراء الطبيعة. دكتور محمود مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك. تحياتي ليك دكتور محمود، أهلا بحضرتك. مع الـ مع الـ الاتجاه ده إنه في زلزال ممكن يبقى مصنع؟ بداية عزائنا لأهالينا وإخواتنا في المغرب وفي ليبيا من الليبيين أو من إخواتنا المصريين، وربنا يا رب يصبر كل عائلاتهم. اللهم أمين يا دكتور محمود. المصاب جلل أكيد. وأنا هاخد من كلام حضرتك فيما يخص موضوع الكوفيد في البداية، لأن بالفعل لما نيجي نشوف موضوع الكوفيد هنلاقي أن هو الحقيقة أن عدد كبير من العلماء في ألمانيا وفي أكثر من دولة أكدوا أن الفيروس نفسه هو فيروس تخليقي وليس فيروس قطع. كوفيد ألمانيا أكبر، يعني أكبر هيئة علمية ألمانية أكدت أن الفيروس نفسه هو فيروس تخليقي تماما، وأنه تم التلاعب في فيروس حيواني من أجل أن يصيب البشر. والدلالة على هذا الكلام كمان هنلاقي أن جلسة الاستماع اللي اتعملت لأحد أشهر الأطباء في أمريكا وهو دكتور فاوتشي اللي تم فيها اتهامه مباشرة بأنه المسؤول عن نشر كوفيد على مستوى العالم. ده فيما يخص الجزء الخاص بالفيروس. هل هناك تقنيات موجودة على مستوى العالم من الممكن أن تؤدي إلى إحداث الزلازل؟ أيوة ده موجود. أيوة طبعا. يا طب احكي لي، اشرح لي، قول للسادة المشاهدين. طبعا جهاز الشفق القطبي عالي التردد أو ما يطلق عليه اسم منظومة هارب اللي موجودة في أكثر من 20 دولة على مستوى العالم، من الممكن من خلال ده كلام علمي يا دكتور محمود؟ طبعا أي حد طبعا ده كلام معروف وكلام معروف، ولكن يعني هناك جانب من العلوم احيانا بتكون الناس ما بتحاولش ان هي تبحث فيه او تدور على مدى صحته. طب كمل. اتفضل. ولكن الجهاز ده المفروض ان هو من ضمن امكانياته ان هو بالفعل بيقوم بصناعه الزلازل، والبرهان الاكثر ان هناك دلائل مرتبطه باستخدام هذا الجهاز. اولا ان الزلزال بيكون على عمق مختلف عن عمق الزلزال الطبيعي. احنا كان عندنا زلزال في اندونيسيا اعتقد امبارح او اول امبارح كان على بعد 150 كيلو من سطح البحر. اما الزلازل المصطنعه بتكون من 10 ل 15 كيلو فقط، وبيعقبها صوت عالي جدا او بيسبقها عفوا صوت عالي جدا. وكمان ده الطبيعي ولا ده ال لا ده المصنع اللي هم بيقوموا بيه. المصنع بيبقى صوته عالي، صوت وظاهره الضوء كمان اللي بتظهر او الوميض اللي لونه ازرق واحيانا بيكون واخد لون احمر. انا كنت هسالك في مساله الوميض لانه انا بقرا لقيت انه حد برضه قال ان الوميض الازرق اللي بيظهر قبل الزلزال تقريبا او بعده ده ليه دلاله ما. الحقيقه كانت في ورقه علميه اتقدمت من 3 أو 4 سنين علشان محاوله تفسير هذا الضوء اللي بيظهر، وقالوا ان هو شحنات نتيجه ارتطامات معينه في احجار وفي مستويات معينه من الارض. الكلام ده كله غير صحيح وسبب تفشل هذه النظريه تماما، وتم الغاء هذه الورقه العلميه من الاساس. ولكن الحقيقه ان هناك بعض الاجهزه وبعض المنظومات على مستوى العالم بالفعل لديها امكانيات لاحداث الزلازل، وهو ما يتخوف الكثيرين من الحديث عنه، مع انه علم موجود بره والناس كتير جدا بيبحثوا فيه، وهي لم تعد مجرد امور خيال علمي. نعم كل ما يحدث على الارض بامر ربنا سبحانه وتعالى، لا شك في ذلك. لا شك في ذلك. وان هم لما بيحاولوا يعملوا ده اديني دلالات بعد اذن حضرتك لانه زلزال المغرب مصنع. اول حاجه يكفينا دلالات علميه، كدلاله علميه واضحه جدا الضوء الازرق. وبعيدا كمان عن الدلاله العلميه، فاحنا لو اتكلمنا نشوف مصدر الزلزال نفسه هنلاقيه قريب جدا جدا من سطح البحر، وهو ما يتنافى مع ان لازم يكون في عمق معين. زي ما بقول لحضرتك احنا عندنا زلزال من يومين كان في اندونيسيا على بعد 150 كيلو متر تحت الارض. ده كده زلزال طبيعي. اما الزلازل الغريبه اللي بتظهر فجاه وكمان بيكون في نفس الوقت هناك شخصيات بتطلع تروج ليها، الموضوع محتاج تفكير. لا تروج بمعنى ايه؟ انها تتنبأ تقصد؟ طبعا انا شايف زي العالم الهولندي العالم الهولندي مثلا، وايضا في دكتور تاني في العراق برضو تنبأ. مفيش اي شيء علمي ولا حاجه، انا ضد ما يطلق عليه اسم التنبؤ، لا يعلم الغيب الا الله. مفيش حاجه اسمها ان شخص يطلع ويقول ان هناك حدث هيحصل معين في المغرب او يحصل في سوريا او تركيا كوارث طبيعيه.
طبعا يا فندم لا يعلم هذه الامور الا ربنا سبحانه وتعالى. فلما نلاقي شخصيات طالعه تتكلم وتؤكد بهذا الشكل وهذا الاصرار ان في حاجه هتحصل وتحصل ويكون معاها هذه الاعداد من الظواهر الغريبه، لا طبعا في شكوك كتير جدا ان زلزال سوريا وتركيا وزلزال المغرب من الممكن ان يكون تم فيها استخدام منظومه الشفق القطبي عالي التردد اللي هي منظومه هارب. طب ممكن معلش قبل ما اشكرك واختم اتفضل تقول لي بس ايه الاسم الاسماء اللي قلتها في الاخر دي، يعني انا اصلا مش عارفاها فعايزك تشرحها للناس. منظومه الشفق القطبي عالي التردد. الشفق القطبي عالي التردد هو من ضمن الاجهزه اللي هي المفروض ان هي معموله في الاساس او الظاهر بتاعها للرصد ولاجراء بعض التجارب فيما يخص الرصد موضوع الطقس او اختلالات المناخ، ولكن التكنولوجيا القائم عليها جهاز هرب اللي اخترعها اصلا نيكولا تسلا. ده ومن مين ده؟ نيكولا تسلا العالم من احد اشهر العلماء على مستوى العالم، يعني كان ليه ابحاث كبيره جدا نيكولا تسلا. ده الباحث والعالم طبعا. انا بتكلم عن نيكولا تسلا. هم خدوا الشغل بتاع نيكولا تسلا وقاموا بتعديله لكي يصبح امامنا منظومه بيطلق عليها اسم منظومه هارب. وهذه المنظومه بامكانها التلاعب في المناخ وكمان الزلازل، لكن عايز بس اوضح حاجه سريعا ملهاش علاقه باللي بيحصل في ليبيا دلوقتي خالص. لا ده بعيدا عن الاعصاب طبعا عشان ما يحصلش بس لا طبعا. بنتكلم في الزلازل بالظبط. لا ده احنا محتاجين قعده معاك بقى ولقاء معاك بقى يا دكتور محمود نفهم. ده يشرفني يا فندم، ده يشرفني. اشكرك شكرا جزيلا. اشكرك دكتور محمود، يعني